سالم الخنفري. انا والله صراحه زعلت من وقتي شوي صراحه. افتح مايكك يا سالم اذا ما عليك امر، مايكك شغله بس. متاكد يوم ما اتكلم لا. هات. لا صدق. توني سمعت طقتك. خليك رجال. انا والله زعلت على والدي بشيء صراحه، تمنيت انه ما قال الشيء ذا. وايد صراحه من اعمده البرنامج وكلنا نعرف الشيء ذا. وايد ابيض قلب ما شاء الله عليه. الشيء الثاني عندي عتب على كاتب التقارير، لأنه هي نزل أشياء صراحة تافه بيني وبينك، أشياء ما هي تافه. لو ربما يراها سالم في عيني إيه ما فيها غايدة. طيب مثل إيش تقدر تذكر؟ والله ما أذكر أشياء أنا، بس دائما ألاحظ الشيء ذا. طيب. ويترك أشياء صراحة لها بصمة في البرنامج. سالم وجهة نظر أتمنى تأخذها من أخوك الصغير. بس دقيقة. أسلم. إيش اسمه بيت الحكمة دائما أنا حاضره. ما قال لي لا صور ولا مشاركات اشارك فيها انا في التقارير. التقارير نعم. اعيد واكرر انه في نهايه البرنامج او في نهايه البرنامج راح تلقى سالم الخنفري له قائمه الحاله في اليوتيوب، كل ظهور له في القريه، حتى نقاشك هذا معي الان راح تلقاه في مقطع فيديو، كل شخص فيكم باسمه سالم الخنفري، مقاطع كلها تحت هالمقطع، فلا يضرك او يثبط كذا ما شفت نفسك في التقرير في كلام اليوم. انا من الاشخاص اكون صريح معك وصادق ولا اخشى في الله لومة لائم، كنت من الاشخاص اللي ينضغط، ترى السنه اللي طافت ليش ما جابوا زياده في التقارير؟ الحمد لله استمريت، وهذا انا اقدم فقره كلام اليوم اللي كنت انا منضغط من السنه. الله يطول بعمرك. لا في النهايه ترى كلام اليوم مجرد ساعه، انت عندك 16 ساعه بث. عبد الله هذا لبيك هذه في النهايه هو انتقاد للتعديل للاجمل، ان بغيت تسمع ان بغيت تخلي الامر راجع.